السلام عليكم. متتبعي جريدة ميدال تيفي بطبيعة الحال وصحاف ميدال تيفي، مباشرة من أمام أسرة الضحية اللي توفى الابن ديالهم، بلدة بومية وجماعة بومية المتمنى إقليم ميدال بطبيعة الحال. الأسرة ديالهم مصدومة. وصل الكاميرا من امام الاسره المكلومه بطبيعه الحال، الاخت ديالو كلشي مصدوم، كلشي كما سمعنا من الناس ان السيد اللي تعدى ولا الشاب اللي تعدى على هذا الشاب هذا هو مزوج اب لابن واحد، الاسره ديالو كامله مصدومه، ابن ديالو مازال صغير. سبا صاحبي، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. كل مصدوم مباشرة من بومية، مباشرة من أمام بيت الضحية اللي توفى كما كنقول لكم، اللي توفى بطعنة غادرة كما سمعنا أنه كان جالس مع بعض الشباب وتوفى. هذه الأخت ديالو، هذه الأم ديالو، الأخت ديالو، كل شيء مصدوم طبيعة الحال، كل شيء مصدوم. أسرة ديالو خلى الشاب اللي متوفى، بالنسبة للناس اللي ملتحقين بنا دابا، الشاب اللي توفى ببلدة بومية على إثر طعنات من أحد كما كيقولوا من أحد الشباب اللي كانوا معاه ولا من أحد الأصدقاء. الان رجال الدرك الملكي راه يعني مسكوا بعض الناس اللي كانوا معاهم، والشخص اللي هو معتدي على الشاب اللي توفى، في البلاصه، خلى الزوجه وخلى ابن. فتعازينا الحاره بطبيعه الحال من الاسره ديال الضحيه. هذه الام ديالو الشريفه، الناس ديال ميدل كاني كيشوفوك انت دابا، راكي مباشره على ميدل تيفي، شنو طرا الشريفه عاودي لينا. انا قلت لكم راه ولدي ضاعت في ولدي، ورا ضاعت في ولدي هاي بابا، ورا ولدي ما حويت عليه الماء، ورا ولدي ما نزيدوش للطبيب، ورا ولدي يا ولدي، ورا ولدي يا ولدي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بومية كاملة جات لعند الأسرة ديال الضحية كما كتشوفوا، يعني الكل مصدوم، وكل رجال الدرك الملكي في تواصلنا معاهم، لأن راه كيبحثوا، على أخت ديالو. هذه أختو يا ماشي خاصني هذه. عاودي عاودي غير شنو طرا، غير عاودي عاودي المره اخرى شنو طرا. اختو ما قدرتش تهضر، مصدومه مسكينه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حاله كارثيه صراحه الله في بوميه، راه كلشي مصدوم، العائله ديالو والجيران وكما سمعنا حتى من الاصدقاء ديالو، راه كان الانسان زعما درويش، وهادي ما حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كلشي مصدوم، كلشي مشوكي، لا حول ولا قوه الا بالله. معاناه صراحه كبيره، ما لا حول ولا قوه. اجركم الله، اجركم الله، اجركم الله، اجركم الله، اجركم الله، اجركم الله. أجركم الله. دريكي كان درويش هو، ياك اللي قالوا لنا، ياك مرتو فينا يا مرتو، عاد جاية، هو ما ساكنش هنا. لا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه. اجركم الله الاخوان، يعني ما قدرناش نصبروا، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
لا بالله العلي العظيم. هذه رساله بطبيعه الحال لكل رجال السلطان، كما سمعنا رجال السلطان راه قايمين الدور ديالهم الان، هما كيبحثوا على الجاني صراحه. الاسره ديال الضحيه يعني صدمه كبيره، يعني بجماعه بوميه صدمه كبيره. فصراحة الأمور اللي هي يعني، فهذه رسالة لجميع الرجال يعني السلطان بإقليم ميدلت ولا حتى بهذه البلدة ديال بومية، أنهم يعني تعاملوا بحزم مع هذا الأمر هذا، ويبحثوا على هذا القتل يعني اللي يتم واحد الإبن وأرمل زوجة اللي هي راها جاية ومصدومة، يعني كانت كما سمعنا كانت عند الأهل ديالها ربما في الحلاس، الكل أنا راه مصدوم. ف حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا قوة إلا بالله العظيم. غادي نبقاو جميع ونشوفوا مع يعني لحدود الساعة، حنا رجال الدرك الملكي، أنهم تم القبض على شخصين وشخص يعني اللي هو المعني بالأمر واللي قتل هذا، راه مازال يعني مازال هرب. عزينا الحارة بطبيعة الحال لهذه الأسرة المكلومة، لهذه الأسرة المصدومة. الأم ديالو اللي هي مكلومة. حنا كنحترموا الناس بطبيعة الحال، ولكن بغينا نحسوكم بالناس اللي هم مصدومين، بالناس اللي بغيناكم توقفوا معهم. يعني رجال السلطة راهم قايمين الآن باللازم، تجرى لأنهم يتعاونوا مع هذه الأسرة هذه ويواسيوا هذه الأم هذه المكلومة، الابن ديالها الوسطاني اللي هي تشوكا ويعني صدمة. يعني رحنا في النهار ديال ثالث عيد، فكيفاش غادي يمر ليهم هاد العيد هذا، ولا كيفاش غادي يدوز هذا الامر هذا. تعزينا الحاره بطبيعه الحال، كنحترموا هاد الاسره هذه، ولكن بغيناكم نحسوكم بهاد الصدمه هذه اللي هما تصدموا بطبيعه الحال. فتعزينا الحاره للاسره والجيران والكل بطبيعه الحال اللي متواجدين ببوميه. نتمنى الكل انه يتدخل ويعاون مع هاد الاسره هذه ويواسي هاد الاسره هذه المكلومه. رسالة للجميع، رسالة أيضا للمسؤولين والمنتخبين ولأي واحد أنهم يواسيوا هذه الأسرة هذه، لأن صراحة خص الأمور أنها تأخذ بشكل جدي ويحدوا من هذا النوع من هذه الجرائم هذه، لأن بلدة بومية هي واحد البلدة اللي هي صغيرة والكل معروف. إحنا ملي كنقولوا بلدة صغيرة فالكل معروف، فإذا دخل شي براني فراكيبان وكيبان بأنه براني. فتعازينا الحارة مرة أخرى من بلدة بومية، الكل مصدوم طبيعة الحال. فصراحة مني أنا شخصيا يعني والله العظيم ما قدرتش لهذه الأجواء هذه، يعني بقى في الحال بزاف. فمرة أخرى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة. لحدود الساعة يعني الأسرة مكلومة ومصدومة. الشاب كما كان سمعنا انه كان رايح جالس مع بعض الشباب وتعرض لطعنات غادره، اللي توفى في الحين وتوفى في البلاصه، اللي توفى في البلاصه. مره اخرى احنا كنحترموا الناس طبيعه الحال، ولكن بغيناكم تحسوا بالاجواء اللي الكل مصدوم الان والكل مشوكي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول. واش انت ابن المنطقة؟ اجي عارفيني شخص بزاف، انتوما الدراري ساكنين هنا؟ انا راه وصلت فيديوهاتي ووصلت بعض الشباب اللي هما يعني الوضعية صراحة الله راه كلشي مشوكي هنايا. تعازينا الحارة مرة أخرى، وتعازينا الأخرى الأسرة وال الشاب كتعرفوه من الجهه المنسيه الاقليمي. واش نتوما ساكنين هنا؟ شكون ساكن هنا في هذه الحومه هذه؟ المنتخبين خصهم يخلقوا استراتيجيه باش يحلوا هذا الموضوع. انا ما نهضروش، النهار تحت الروح الاولى. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الدواء شفتوا الناس هنا في مصر كيبيعوا الدواء. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. حدود الساعه هاد الدري هذا كي كان؟
قوتي بالله العظيم، الكل مصدوم، الكل يعني مشوكي على اثر هذه الجريمه، هذه الشنعاء اللي الكل كيستنكر مثل هذه الجرائم، يعني لا بوميه ولا باقليم ميدلت، ما بغيناش، لان اقليم ميدلت ما مولفش بحال هذه الجرائم، هذه ما مولفش مثل هذه الامور هذه اللي كتوقع عندنا. شاف مكتمل العمر اللي خلى ابن صغير وزوجة ارمله هي مصدومه وجايه من كناس يحدوا الساعه الاهل ديالهم مصدوم كيبكيو. ف حنا كنحترموا طبيعه الحال الناس، حنا ماشي قصدنا ان نصورهم من اجل هذا، ولكن باش تعرفوا الوضع اللي واقع الان، وهذه رساله للكل باننا نحدوا من هذا النوع من هذه الجرائم هذه، ونحدوا من هذا التسيب، ونحدوا من كل هذه الامور اللي واقعه. رساله، فمرحبا بالجميع بطبيعه الحال، ومرحبا بالكل. هناك مجموعه ديال الشباب يعني ما بغاوش يهضروا، ولكن راهم كيستنكروا شنو واقع في هذه الامور اللي واقعه، ما عجبهمش الحال. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انتم ساكنين هنا؟ بغينا غير كلمه منكم، هذا الشيء اللي وقع شنو؟ كرة دوي على كرة. لا غير هذا النوع ديال الجرائم، شنو نتوما؟ شنو رايكم في هذا الشيء اللي وقع؟ شنو باغيين؟ حنا راه باينه بوميه، حنا اقليم ميدلت ما كيعجبناش كاع الحال على هذه الميثود الجرائم. كيفاش باينه بوميه؟ نفهم. كاين الفساد، كاين المهم راه كلشي كاين. ثم سمعتوا الاخوان شنو وقع وشنو هذيك فين تمنى بطبيعه الحال. راه يعني المتوفي راه خلى ابن خلى زوجة، فالكل مصدوم صراحه، الكل مصدوم بمدينه بلده بوميه اقليم ميدلت. حنا الاخوان بطبيعه الحال حنا ماشي كنصوروا باش غنشوفوا ولا شي حاجه، ولكن الوضع الكارثي، هذا وضع كارثي الان بهذه البلده هذه الصغيره بمتوجد باقليم ميدلت. رساله للكل بطبيعه الحال، حنا خصنا نعرفوا بطبيعه الحال. حنا هضرنا مع رجال الدرك، يعني دايرين لازم اكثر من المجهود، دايرين المجهود ديالهم، مرة يعني مسكوا جوج ديال الاشخاص بطبيعه الحال، والشخص اللي هو سميتو راه هارب وهما الان راه كيقلبوا عليه. لكن صراحه اقليم ميدلت ماشي اقليم اللي كبير، ماشي اقليم كبير، وبلده بومي ماشي شي مدينه اللي كبيره، مدينه صغيره. فملي كيوقع بمثل هذه الامور هذه فراه الكل كيتصدم. انا رساله تاع عزيزنا الحر مره اخرى لهذه الاسره هذه المكلومه، كنقول ان الكل يواسي هذه الاسره، من مسؤولين، من رجال السلطه بطبيعه الحال، حتى من المنتخبين. يعني الان هذه يعني اسره مصدومه، وهذا الشاب هذا اللي مشى غدر لهذه الطعنات القتيله. كنتمنى ان الكل شباب كاي، شباب منفجر طبيعة الحال، بالرغم بأنه ما بغاش يهضر، ولكن حنا كما كنسمعوا الأصوات ديال الشباب فمرة أخرى كما كنقول لكم، يعني خص هاد الأسرة أنهم يعني في هذه الظرفية اللي خص الكل أن يوقف مجند، يعني جميع المسؤولين اللي بإقليم ميدلت، جميع المنتخبين سياسيين كانوا ولا فعاليات المجتمع المدني، الان الكل خصو يواسي هذه الاسره هذه. هذا الشاب مشى، رجال الدرك ورجال السلطه راه قايمين باللازم الان، راه كيبحثوا على هذا السيد اللي قتل. الان خص كل شيء انه يوقف ويعرف الاسباب، ربما شنو وقع في هذا الشيء، وشنو، لان بلده صغيره باش غيتوفوا وتوقع الجريمه هذه. فالكل الان يعني مصدوم، الجيران، الاسره، الام، الاخوه ديالو، حتى الشباب اللي متواجدين الان بوميه، كل شيء مصدوم بطبيعة الحال.